مرجعه من غزوة تبوك التي خلف فيها عليا في المدينة لحكمة، لأن ناصبيا معثرا تعيسا والعياذ بالله يزعم بعد ذلك حريز بن عثمان الحمصي يزعم أن عليا هو الذي أراد أن يقتل رسول الله في العقبة التبوكية، قدم إليه بغلته وحل رسنها، والبغلة مركب عثور والعياذ بالله يكثر أن تقتل راكبها وصاحبها إذا وقع عنها، خلافا للفرس أو الحصان أيها الإخوة. انظروا إلى هذا الناصبي الذي يتعبد الله ببغض أهل البيت، فلعنة الله على مبغضهم إلى يوم الدين. نحن نعبد الله ونتقرب إليه أيها الإخوة بكره وبغضة ولعن كل من أبغضهم ولعنهم وحاربهم، فلعنة الله عليه نبرأ منه في الدنيا والآخرة. اللهم لا تجمعنا به في مورد، لا في الدنيا ولا في الآخرة، أيا كان ومن كان، لا نستثني، لا نستثني أحدا. كيف نستثني والنبي هو الذي يقول فيما صح عنه وصححه الأكابر من القدماء وصححه كثير من المحدثين من علماء الحديث، من سب عليا فقد سبني، هذا صححه الشيخ حتى أبو إسحاق الحويني المعاصر، قال صحيح ما في كلام، إسناد صحيح وهو صحيح بلا مثنوية. دخل أبو عبد الله الجدلي على أم سلمة فقالت يا أبا عبد الله يشتم فيكم رسول الله، قال معاذ الله أو حاشا الله أو كلمة كهذه يقول الراوي، كيف من الذي يشتم رسول الله؟ قالت يسب فيكم علي، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سب عليا فقد سبني. علي يسب ويلعن على المنابر أيها الإخوة، وتقتل شيعته وأحبابه وأولاده في كل بلد، في كل بلد أحدثوا لهم مقتلة ومجزرة. وسجل بعض الأسماء الشاعر دعبل الخزاعي، الخزاعي رضي الله عنه وجزاه الله عن أهل بيت نبيه خير الجزاء، سجل أسماء مقاتل، بعض مقاتل هؤلاء الطالبيين في بعض البلاد تحت كل نجم وفوق كل ثرى يقتلون أيها الإخوة ويذبحون، ويذبح من أحبهم ويطعن في دينه ويحارب أيها الإخوة في رزقه ورزق عياله، هكذا. نعم،